عليه وسلم وأصحابه وبإقبال الأمم على تعلم القرآن وتعلم الحديث والعمل بهما، ولا صلاح لأمة الإسلام إلا بهما. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حُمِّل وعليكم ما حُمِّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها المسلمون، آية في كتاب ربكم لو عملتم بها لجمع الله لكم بها كل الخيرات، ولصرف الله عنكم كل الشرور والمكروهات. هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمركم فيها بالتقوى، وهي بعد أوامر الله وترك نواهيه والتقرب إلى الله بأنواع الوسيلة. قال المفسرون: الوسيلة هي أنواع القربات كلها، فكل طاعة وسيلة إلى الله سبحانه، وكل معصية تركها العبد لربه فهي وسيلة إلى الرب تبارك وتعالى، لأن الطاعة وترك المعصية توصل العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، توصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وإلى سعادة الدنيا وإلى جنات النعيم. فهذه الوسيلة أسباب رحمة الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.